إذن تجدد الجدل بشأن العلاقة بين الرياضة والسياسة، هل هو زواج شرعي أم خارج على القانون، أم هو عقد عرفي ينتهي بانتهاء السبب أو المصلحة؟ هذا الموضوع عاد للواجهة بعد تصريحات رئيس الحكومة السيد عبد الله بن كيران وما تلاها من ردود أفعال، خاصة تهديدات الجامعة على لسان رئيسها السيد فوزي الإقجاع. فهل السياسة في خدمة الرياضة أم أنها مطية للوصول لغايات في نفس الساسة؟ نتابع روبورتاج عبد الصمد المنتصر وإبراهيم العاقل، ثم نعود وإياكم لفتح باب النقاش. هنا السياسة، هنا أحزاب، تكتلات وجماعات ضغط وأحلاف تبحث عن السيطرة والهيمنة على أفيون الشعوب، على كرة القدم وهرمها الأعلى والأوحد جامعة الكرة. هنا برلمان الأندية وفيه من يمارس السياسة وينتمي لهذا الحزب أو ذاك، مصدر القوة والإلهام من أجل الظفر بالكرسي. من شاهد مشاهد الجمع العام للجامعة قد يقول بأننا أمام سياسة جديدة تؤد فيها الديمقراطية وهي في المهد، ومن الصعب أن تثق في من سيأتي لأنه ببساطة لم يأتي عبر صناديق الاقتراع. طويت الصفحة وفتح الجمهور المغربي الكروي بالتحديد صفحة جديدة مع من جاء أملا في مستقبل زاهر لمعشوقة الجماهير. نأمل أكررها للمرة جميعا دون أي إقصاء. لم يزدهر الحاضر لينعكس ذلك على المستقبل، بل من مطب إلى آخر تسير الكرة الوطنية خاصة على مستوى المنتخب الأول. وبدلا من التفكير في الحلول ووضع الاستراتيجيات المبنية على الشفافية والحكامة كما قيل، نتابع إقحاما للأندية وجامعات الكرة في لعبة الساسة والسياسة، في استخدام غير بريء للكرة في حملة انتخابية لهذا الطرف أو ذاك. فها هو رئيس الحكومة يوظف الوداد لضرب المعارضة، وها هي المعارضة ترد عبر ممثليها في الجامعة، لتصبح الكرة في ملعب السياسيين، كل يضربها متى أراد، بينما الجهاز الوصي دخل في المعمعة وهدد بإيقاف النشاط الكروي. الكرة المغربية اليوم تبحث عن ذاتها، وخلال عملية البحث هناك من وجد فيها وسيلة للوصول لقلب الناخبين في توظيف أساء للمشهد الرياضي، وهو ما جعل الإعلام الوطني يعود للنفش في التاريخ حول هذه العلاقة المبهمة. وأغلب الأقلام والحناجر أجمعت على عراقة هذه العلاقة، لأنها اليوم ومع كثرة الاستقطاب من هنا وهناك بدأت تسير بمعشوقة الجماهير صوب المجهول. رئيس الحكومة تحدث عن بلطجية تم استخدامهم، وهو كان هنا يشير يعني للرئيس الحالي لفريق الوداد. تبعنا يعني التداعيات، كيف ان فريق ان رئيس فريق الوداد البيضاوي راسل الجامعة من اجل ان يعني تاخذ يعني المتعين وان تدافع عن ما يعتقد انه مصالح فريق الوداد البيضاوي. ومن بعد تابعنا يعني لانه المزحه السخيفه ديال مزحه توقيف البطوله التي يعني تحدث عنها فوزي الإقجاع في اجتماع جمعه بالانديه، مع العلم ان لا احد من الانديه يعني طالب بتوقيف البطوله. فاذا بنا نتفاجأ في اليوم الموالي ان رئيس الجامعه يعقد ندوه صحفيه يقول فيها انه كان سيوقف البطوله الوطنيه احتجاجا على تصريحات رئيس الحكومه عبد الاله بن كيران، قبل ان يتضح ان الفرق لم تطالب بتوقيف البطوله. كما ايضا تحدث عن ان رئيس الحكومه وجه له اعتذارا، وهو يعني الاعتذار الذي نفاه رئيس الحكومه ايضا في تصريحات صحفيه، ونفاه ايضا من خلال بلاغ رئاسه الحكومه، لنصبح اجزاء جدل كبير هل اعتذر رئيس الحكومه ام لم يعتذر، واذا كان اعتذر فلماذا سيعتذر. وندخل يعني الموضوع اللب ديال تسييس يعني جامعه كره القدم، لانه انتقلنا لان جامعه كره القدم كان دائما عندها واحد وضع اعتباري، كان يعني دائما تحاول ان تنأو بنفسها بعيدا عن مثل هذه الصراعات. ولكن اليوم يعني تحولت الجامعه يعني، واصبح الحديث عن ان الجامعه تحولت الى ايضا الى حزب سياسي، مما يطرح الكثير من علامات الاستفهام. السياسة في خدمة الرياضة أم العكس؟ جدلية لن نجد لها الإجابة، لأن التاريخ يتحدث عن تجاوزات وخروقات ارتكبت من الساسة في حق الرياضة، فنصر البعض وضاع حق البعض الآخر. واليوم قد نصل إلى تقسيم سياسي للأندية الوطنية، كل حسب انتمائه الحزبي، لتتحول المدرجات لا قدر الله من مكان للأهازيج والاحتفال إلى مجلس بلدي أو برلمان.
مراد، سؤال بسيط واضح مباشر، هل تم تسييس الجامعة بقرار فوز الإقجاع أو ما قيل على أنه كان قرارا سيتخذ بعد تصريحات رئيس الحكومة في حق قضية الوداد وتغيير المكتب المسير عبر ما سمي من طرفه بالبلطجة؟ أظن أن فوز الإقجاع رئيس الجامعة التصريح ديالو بان بانه كنعرفوه بان هو رجل دوله موظف بعيد عن الاحزاب، ولكن الضغوطات اللي كانت مسلطه عليه لا من الاغلبيه ولا من المعارضه خلاته انه يخرج بذاك التصريح. كنظن ان في المشهد السياسي صعيب انك تحافظ على التوازنات. كنظن ان الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم دائما ما كانت تسير من طرف رؤساء اقوياء، والسي فوز الإقجاع عندهم القوة أنه يفرض السيطرة دياله ويبعد جميع من له صلة. ولكن هؤلاء رؤساء كانوا في ظرفية سياسية، ربما في ظرفيات سياسية مختلفة متشابهة لن نخوض فيها، ولكن لم يدخلوا يوما ما في تسييس الجامعة أو اتخاذ قرارات تؤخذ بناء على ردود فعل على أطراف سياسية داخل الدولة ولا أي طرف. أنت بناء على تصريح لرئيس الحكومة، وكان هناك مجالسة ربما، وقيل أن هناك اعتذار، واتضح أنه لم يكن هناك اعتذار، قيل بأن قرار اتخذ بناء على إجماع من رؤساء الأندية الوطنية، ولا نعلم إن كان هناك بالفعل إجماع، وأن الاجتماع الذي كان لمناقشة عقوبات الكاف تحول بين عشية وضحاها لمناقشة تصريحات رئيس الحكومة. إذن لا مع الموالاة ولا مع المعارضة، لماذا تقحم الجامعة في لعبة الساسة والسياسيين لكي تتحول إلى مساهم في حملة انتخابية سابقة للأوان لهذا الطرف أو ذاك، أو لضرب ربما جهة سياسية معينة في الوطن؟ كنظن أن أي حزب غيران على كرة القدم خصوصا الأندية الكبيرة وبين قوسين الوداد ولا الرجاء باش أنه يستغل الجماهيرية ديالو غيكون غلط، لأنه غادي يدخل في اللعبة غير محسوبة. نعم، داروا توأمة ورفضها الجمهور، قالوا احنا ما تدخلوناش في السياسة. نكمل الفكرة ديالي أخ نوفل باش تفهم صحيحة. الجماهير ديال الرجاء ولا ديال الوداد على في ربوع المملكه، يمكن اي رئيس يجي غادي يكتسب الشهره لانه رئيس ديال النادي كبير، ولكن باش انه يستغل الجماهيري الجمهور ديال النادي في عمليه مثلا حمله انتخابيه، كنظن ان الجمهور واعي بكل المسؤوليه الملقاه عليه حمايه النادي ديالو. ماشي الجمهور، ما احنا الان لسنا بصدد مناقشه. لا لا لا، كنهضروا دابا حيت الجمهور ما بقاش الجمهور ديال شحال كنا كنشوفوا دوك فرق كيطلعوا في الانتخابات. الجمهور دابا ولا واعي، عارف الالاعيب ديال الاحزاب، عارف السياسه. اكيد لا، ولكن الان اصبحت السياسه ربما تجعل لك البوابه للمرور الى المشهد الرياضي في عدد من الانديه. بغيت القسم الثاني، القسم الثاني ربما تلقى 80% ربما مسيسين. الان نجد اسماء كما شاهدنا في الروبورتاج، يعني اسماء لامعه في عالم كره القدم، في عالم الفن، تترجل على المسارح والملاعب وميادين المنافسه بعد ان انهت مشوارها، يستغلون شعبيتها في كل الاحزاب السياسيه. يعني ولكن ما عمرهم استغلوا الرياضه في السياسه. السياسه كتخدم الرياضه. الان هذا هو السؤال، ولكن هذا هو السؤال المركزي. السياسي غير باش نوضحوا، السياسي من 1956 تاسيس الجامعه، الا كيكون على راس الجامعه رجل عنده علاقه بالسياسه، اما كيكونوا جنرالات دازوا الناس اللي كانوا مرتبطين بالاحزاب ولا بوزارات وزراء سابقين. نعم. كذلك في الرجاء ولا في الوداد دازوا الناس اللي كانوا، ولكن ما عمرهم استغلوا جماهير ديال النادي في الاغراض السياسيه. كنظن اي واحد بغى يستغلها الا وغيفشل. هناك علاقه ازليه بين السياسه والرياضه. يمكن تلميع. نعم. تلميع الصوره ديال رئيس النادي بتحقيق النتائج والالقاب يمكن غيستافد، لانه ولا يمكن حتى هو غيدير مجهود غادي يجيب محتضنين، ولكن باش انه يستافد من جمهور النادي في الانتخابات كنظن هذا. نحن نتحدث الان عن اقحام الانديه الرياضيه في لعبه السياسه. كل نادي هنا هنا لا، ولكن بعد ما قيل ان هناك اجماع وان هناك واخذ ورد من طرف الفاعلين ربما في المشهد السياسي الى غير ذلك، ونحن نتحدث عن ابعاد هذه القضيه حين يتم ربما الدخول في تيار اللعبه السياسيه، سيكون هناك محاذير، سيكون هناك تداعيات، ونحن اصبحنا نشاهد بعض اللافتات، بعض التيفوات غطلع لك في المدرجات انه كاين بعض الجماهير اللي ما باغيش السياسه وما بيتقربوش من السياسه، وكيقول لك بعد كره القدم عن عالم السياسه. خلينا من هذه الاشكاليه هضرنا فيها،
هل السياسة في خدمة الرياضة عبر التاريخ في المغرب؟ هل بالفعل في خدمة الرياضة؟ بما أنها المانح الأول ربما المجالس البلدية المجالس المحلية هي التي لديها البنى التحتية التي تسمح للأندية كنظن أو جميع الفرق كتأخذ مساهمات من الجماعات المحلية وكذلك مجالس العمالة ولا من الولايات السلطات المحلية. كنظن السياسة دائما في خدمة الرياضة، ولكن الرياضة ما عمرها أنها تخدم السياسة. كتخدم السياسة الرياضة في التعريف بالمغرب عن طريق إنجازات اللي شفنا الرياضة مثلا عويطة ولا ناول المتوكل في ألعاب أولمبية في لوس أنجلوس أنهم قدروا يعرفوا بالمملكة المغربية أكيد. في واحد القارة اللي كانت الصورة ديال المملكة بزاف الناس ما كيعرفوش أن هناك مملكة مغربية. كنظن أن إنجازات ديال المنتخب المغربي كرة القدم في كأس العالم هادو إنجازات كنا كنتستغلوا دبلوماسيا ماشي سياسيا، هو يدخل في الشق السياسي. أما باش رئيس نادي راهن محليا نحن نتحدث محليا موضوع مطروح محليا مش على الدولي بالعكس محليا أخ نوفل ما يمكنش رئيس يجي يخدم واحد الفريق وما غيستافدش في تلميع الصوره ديالو، هذه ما يمكنش. لكن منتمي شي حزب وهادشي كان على مرتب. هناك فرق متضرره، يعني هناك في فرق لنقتبس من عالم السياسه وهذا كاخر سؤال، هناك فرق تقنقراط يعني لا منتمين بالفعل، يعني على غير الكوكب مراكش سمعتي شهاده الظاهر قبل قليل قال لك الكوكب دفع الثمن غالي وكان هبط بسبب سياسه الثاني. هناك فرق في القسم الوطني الثاني، مابغيش نرجع لك اكبر الى تاريخ الاشخاص الذين كان لديهم نفوذ سياسي، كيف كانت فرق اخرى تظلم داخل المغرب ونتائجها تكون عكسيه وكارثيه بسبب لوبيات بسبب جماعات ضغط كبيره جدا. هذا ما لا نريد الان، الامور تغيرت ان نصبح محاباه لهذا الطرف السياسي على حساب هنا دور جميع هنا دور الجامعة ما تدخلش إذا في هذه اللعبة. أنا أول. هنا دور الجامعة ودور ديال المولود الجديد اللي غيكون هو العصبة الاحترافية، هذا هنا الدور ديالها تخليق الممارسة وكذلك الحكمة جيدة في التسيير. توب 5